واحد بيقول هل كل البشرية هم أبناء نوح فإن كان الطوفان غطى الكرة الأرضية بأكملها هذا يعني أن كل البشرية هي من سلالة النبي نوح طب ما طبعا اللي من سلالة آدم غرقوا كلهم في الطوفان لكن لم يبقى إلا نوح وأولاده الثلاثة سام وحام ويافس من سام وحام ويافس تفرقت البشريه، سام سكن في اسيا وحام سكن في افريقيا ويافس سكن في اوروبا والتلاته دول منهم اتكون العالم لان العالم كله كان يتكون من ثلاث قارات لان ما كانوش اكتشفوا لا استراليا ولا الامريكتين لان دول اكتشفوا متاخر. وبعدين صاحب السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل قوم جوج ومجوج هيتحرقوا اه هيتحرقوا بالمجيء الثاني لان ابن الانسان هم ايضا من سلاله لا ابن الانسان هم ايضا من سلاله النبي نوح طب ودي مالها هو المسيح يعني جه من سلاله غريبه ما هو جه من نسل سام ونوح لما جه بارك ابنه قال مبارك الرب اله سام وقال ليفتح الرب ليافس وقال ملعون كنعان ابن حام فهو معروف ان من نسل سام جه ابراهيم ومن ابراهيم جه يهوذا ومن يهوذا جه داوود ومن داوود جه المسيح فالمسيح من نسله عشان كده تقول ايه هم قول جوج وماجوج يعني جوج وارض جوج الملك والارض تحت الملك جوج والمجوج هم ثلاث بلاد روش وماشك وتوباليك يعني اللي هي روسيا وموسكو وتوباليسك فجوج اللي هم الروس واللي هم الاتحاد السوفيتي انا من العراق 38 سنة واحدة في بداية حياتي بعد ان انجبت ابن الاول عملت ثلاث عمليات اجهاض ولم اكن اعلم انها خطية اعتني الرب اطفال اثنين وهم الان 24 و34 من العمر وهم من ذوات الاحتياجات الخاصة مع العلم اني اعترفت بخطية الاجهاد الى اني احس بثقة للخطية واني السبب لما هم فيه شوفي يا صاحبة السؤال اللي انت عملتيه خطية دون ان تدريها ودايما الانسان بيتحاسب على الخطية اللي يدريها لان الحاجة اللي ما ندريها ما ندريهاش وما نعرفهاش دي لا نحاسب عليها زي بالظبط لما المسيح يسوع قال لحكمة أتيت إلى هذا العالم لكي يعمل الذين يبصرون ويبصر الذين لا يبصرون يعني المولود أعمى شاف المسيح واللي كتبوا الفرسين المفتحين اختفى عن أعينهم هم فهموا ان بيتكلم عليهم قالوا له تقصد ان احنا عميان قال لهم يا ريت لو كنتم عميان لما حسبت لكم خطيه ولكنكم تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية عليكم عشان كده انت لما انت عملت عملت بجهل وفي نفس الوقت اعترفت بخطيتك لكن كن ان الاولاد طلعوا من ذوات الاحتياجات الخاصة يبقى اذا هنا ده عمل تاني ربنا عايز يعلمك حاجة عايز يديك صبر عايز ينقلك عايز يكبر ليكي كلين لكن اعرفي ان ربنا بيحبك وربنا سامحك على الخطايا اللي انت عملتيها والاولاد دول انت لو اهتميتي بيهم وركزت فيهم اكليلك هيبقى في السماء كبير بعد كده بتسالني سؤال تاني بتقول عندما نقوم باجساد نورانيه هل سيكون بنفس الصوره اولا وان كان الجواب لا كيف ساتعرف عليهم صلي لهم ليعطيهم الله الصحه وليه يعطيني القوه والصبر والمقدره على خدمتهم علما ان الله رزقني ببنت كامله بعدهم ربنا عوضك وفرح قلبك الاجساد اللي هنقوم بيها نفس الجسد ده بس هيتحول الى جسد نوراني تيجي تقول لي ازاي انا بضرب مثل يقرب لك الزجاج الازاز الازاز شفاف لكن اصله رمل والرمل جسد معتم فالجسد المعتم بطريقة كيماوية منضفها للرمل يتحول إلى هو نفس الرمل بس يتشابك ويتحول إلى ألواح من الزجاج هو هو فإذا كان الإنسان قدر أن يحول الرمل المعتم إلى إزاز شفاف ألا يستطيع الله أن يحول جسدك المعتم الى جسد نوراني كامل شبيه بجسد المسيح